طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مجلس الأمن بالتصرف تجاه الخروقات التي ارتكبتها قوات الأسد خلال الساعات الأولى من الهدنة. وقال الائتلاف إن نظام الأسد خرق هدنة وقف الأعمال العدائية إثر ساعات على بدء سريانها منتصف ليل الجمعة، حيث قصفت قوات النظام وميليشياته 15 منطقة بالرشاشات الثقيلة والمدفعية والبراميل المتفجرة. معي عبر الهاتف من باريس الناشطة الحقوقية هنادي زحلوط. مساء الخير، أهلا بك معنا سيدة هنادي. بداية، إذا ما تحدثنا عن هذه المطالبة طبعا للمعارضة لمجلس الأمن بالتدخل بسبب الخروقات التي نتحدث عنها اليوم، نتحدث عن 14 خرقا للهدنة من قبل نظام فقط باليوم الثاني ما عدا الانتهاكات من قبل روسيا، ما الذي نتوقعه؟ يعني نحن كنا نأمل دوما بالوصول لأهداف هاي الهدنة، الوصول لأهداف هاي الهدنة المؤقتة، وهي إنه هيدول الناس اللي تحت القصف إنه إن يكونوا مرتاحين أكثر، يقدروا يتحركوا بعودة الأمور إلى يعني الحياة الطبيعية بهاي المناطق. فالأمور تمشي باتجاه خروقات أكثر فأكثر بهاي المناطق كما كنا لا نأمله. ندعو النظام وقواته والقوى الداعمة له للكف عن خرق هذه الهدنة. هذه الهدنة هي في مصلحة الشعب السوري كاملا. ندعو هذه القوات للالتزام بها. طبعا هنالك إجراءات تنسق مع الهيئة العليا للتفاوض لتوثيق هذه الانتهاكات ورفعها إلى مجلس الأمن، وهذا شيء ضروري جدا لإلزام النظام بوقف اطلاق النار خلال هذه الفتره المتفق عليها. وفي حال لم يلتزم كما هو ظاهر اليوم عندما نتحدث عن اليومين الاول والثاني، قانونيا ما الذي يمكن فعله؟ يعني قانونيا ذهاب لمجلس الامن، ذهاب للقانون الدولي هو الممكن، ولكن سياسيا ايضا الوزير كيري رئيس الدبلوماسية الأمريكية تحدث عن خطة باء في حال عدم نجاح الهدنة المؤقتة، في حال فشل وفي حال تم إفشالها من قبل النظام سيكون هنالك خطة باء الذهاب إلى يعني فرض الحل السياسي على النظام. هذه الهدنة هي اختبار لنوايا الجميع في الذهاب لحل سياسي ربما يكون يعني قد حان الوقت له بالنسبة للشعب. صحيح، وحتى وزير الخارجية السعودي تحدث عن هذه النقطة بالتحديد بأنه هناك خطة بديلة في حال عدم جدية نظام الأسد وحلفائه بشأن الهدنة كما نشهد هذين اليومين من خلال الخروقات. عندما نتحدث عن البيانات التي تقدم فيما يتعلق بالخروقات قانونيا أيضا، يعني كل هذه التفاصيل تذكر سيدة هنادي؟ يعني اليوم في نقاط مهمة عندما نتحدث بأنه الغارات الخروقات شملت مناطق تسيطر عليها قوات المعارضة، يعني لا يمكن هنا التبرير بأنه تم قصف الإرهاب وأي من هذه الادعاءات، صحيح؟ تماما. المناطق اللي تم قصفها هي ريف حما وريف حلب وريف اللاذقية، مناطق يراهن النظام على التقدم فيها لفرض واقع سياسي جديد على طاولة المفاوضات. يعني بالنسبة له مهم جدا المناطق التي قام بقصفها لكسب الوقت، وهو يراهن على الوقت للكسب أكثر فأكثر. يعني لو كانت هاي المفاوضات قد حصلت قبل فترة عند تحرير ريف إدلب، فكان النظام تمنى الذهاب إلى التفاوض وكنا فرضنا عليه وقفا لإطلاق النار. أما اليوم والنظام يحاول التقدم فهو يريد الكسب أكثر وأكثر، وأنا برأيي القوى الدولية لن تسمح له بالوصول إلى ما يريد الوصول له، ولن تسمح أيضا بحزم عسكري على الأرض في سوريا. وأعتقد أن هنالك جدول زمني هم ملزمون به، هنالك سنة ونصف لانتخابات، هنالك 6 أشهر يجب أن توقف الأعمال القتالية فيها، هنالك جدول زمني تم اتفاق عليه بين دولتين عظميين. نعم. سواء رضينا بذلك أم لم نرضى، وأعتقد
بأن وقت إطلاق النار سيكون أقصى أحلامنا في هذا الوقت. أنا أشكرك جزيلا على هذه المشاركة معنا من باريس الناشطة الحقوقية هنادي زحلوط.